الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك أداة مثل ملاقيط الملابس التي تثبت الملابس بالبلاستيك وهي صغيرة، يقول والآن تستخدم كلبس على الأنف لتقييم العظم، عظم الأنف مع التكرار اللبس دون الحاجة إلى جراحة أو أذى، فقط من أجل تقييم الأنف، فهل مثل ذلك جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في التداوي الحل والإباحة إلا بدليل يحرمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فباب التداوي باب واسع ولله الحمد، فجميع أنواع التداوي على أصل الحل والإباحة إلا إذا ورد النص بتحريم نوع من أنواع التداوي، كالتداوي بالسحر والكهانة، أو التداوي بالتمائم الشركية، أو التداوي بالتمائم شركية كانت أو من القرآن، أو التداوي بالموسيقى، أو التداوي بالخمر، أو التداوي بما حرم الله قتله من البهائم والحيوانات، فما حرم الله عز وجل التداوي به فيكون حراما بخصوصه، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. وبناء على ذلك، فإذا ثبت هذا طبا بأنه نافع في تقويم ما معوج من أنف الإنسان بدون تدخل جراحي، فهذا نوع تداوي لا بأس باستعماله، وليس ثمة دليل يحرمه. فمن قال بأنه ممنوع أو محرم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم والمنع، لأنهما حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نعمر ذمة أحد من المكلفين بتحريم أو منع إلا وعلى ذلك الإعمار دليل من الشرع. فهذا نوع تداوٍ يقال فيه إنه على أصل الحل والإباحة، فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.